وقت هنبدأ مع بعض أهم ترندات الرياضية اللي انتشرت على تويتر خلال الساعات الأخيرة، وكان أهمها للأسف هاشتاج حزين جدا هو عمرو زكي. الهاشتاج ده انتشر ليه؟ انتشر بسبب الحادثة الصعبة اللي اتعرض ليها في طريق الساحل الشمالي، وطبعا بنتمنى ليه كل الشفاء، ونتمنى طبعا ان هو يخف سريعا من الجروح والاصابات اللي حصلت له بسبب الحادثه دي. ودلوقتي هنستعرض طبعا مع حضراتكم ابرز اللي انتشر على الهاشتاج ده. نوسه قالت يا ساتر ان شاء الله تكون بسيطه. طه قال سلامات يا كابتن، ربنا يقومك بالسلامه وترجع احسن من الاول. محمد مصطفى قال ربنا يشفي عمرو زكي ويحفظه، حادث صعب جدا. اما عبد الفتاح مصطفى فقال I wish you speedy recovery. محمد تيتو قال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة. بدر قال بسيطة ان شاء الله وربنا يشفيك. أما مكان حوالة قال سلامات سلامات. حكيم مندلة قال ألف مليون سلام عليه، ربنا يشفيه يا رب العالمين، نجم مصر. محمد الشاذلي قال خالص الدعوات القلبية والأمنيات الطيبة بتعافي وشفاء نجم مصر ونادي الزمالك عمرو زكي. أسامة قال شفاها الله وعافاه.